حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا بن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. صدق رسول الله.